مساء الخير. بتوقيت دقيق تعلن المملكة العربية السعودية وقف قرارها بوهب لبنان مساعدات للجيش والقوى الأمنية من دون أن تقنع أسباب المنع المعنيين الذين تم اتهامهم بالوقوف وراء التعطيل. فالخارجية اللبنانية المعنية أولا وأخيرا بالموقف العربي الذي أسس لهذه الحساسية لم تخرج عن النأي بالنفس الذي دعمته المملكة حسب تعبيرها، وذلك منذ بدء الأزمة السورية. فكيف بها اليوم، أي المملكة، تطلب من لبنان الخروج عن هذا المبدأ؟ يقول المطلعون على ملف الهبة أن لبنان طالب باستيضاحات كثيرة حولها وحول مصيرها، وقد ذهب الرئيس ميشيل سليمان إلى السعودية واجتمع مع مسؤولين بهذا الإطار وفي لبنان أيضا من دون نتيجة، وكل هذا قبل أن يصعد حزب الله في خطاباته ضد السعودية إزاء حرب اليمن. وإذا كانت السجالات أبعد ما يكون عن الهدف الأكبر وهو حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وسط دوامة الإرهاب المجاور، أي مصير ينتظر الجيش اللبناني إذا ما فتحت جبهة عرسال أو غيرها من الجبهات الداخلية المتعلقة بالإرهاب في لبنان؟ من سيدعم الجيش إذن وبأي ثمن؟ عن هذه المواضيع وغيرها نتحدث اليوم مع النائب عن كتلة المستقبل دكتور خالد زهرمان. أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة بين قناة توب نيوز وصحيفة البناء اللبنانية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا دكتور خالد، يعني عنا كتير أمور بالبلد يعني بدنا نحكي فيها اليوم، ولكن تبقى المواقف السعودية الأخيرة هي الأبرز حضورا والأكثر حضورا بطبيعة الحال. برأيك في تصعيد سعودي بالموقف على لبنان عموما، يعني في هذا النفس الجديد؟ اولا عندي ملاحظه صغيره يعني مقدم اللي قلتيها، يعني موضوع النائب النفس بعتقد انا قراءه مختلفه لهذا الموضوع. نعم، هلا نحكي بس النائب النفس كنا من الاول طلبنا فيه وكنا عم نسعى له هو تحييد لبنان عن اتون النيران المستهلة في المنطقه. يعني نحن لو افترضنا مثلا بسوريا، نحن مخصمين فريقين، فريق يؤيد النظام السوري وفريق يؤيد المعارضة السوريين. نحن كنا عم نقول بغض النظر عن موقفنا السياسي مفروض نكون بعيدين عن زج أنفسنا في النار السوريين. أما فيما خص المواقف العربية والتزام لبنان بالإجماع العربي لا يتناقض أبدا مع سياسة النائب النفس. نحن لبنان عضو في جامعة الدول العربية، ولبنان من مؤسسي جامعة الدول العربية، وفي عنا التزامات دولية والتزامات عربية ما فينا نخرج منها تحت عنوان سياسة النائب النفس. نعم. هلأ بموضوع السعودي، يعني بعتقد السعودية يعني كان عندها من الصبر ما يكفي على تحمل الأذية والشتائم اللي تعرضتها، وخاصة بالمرحلة السابقة. بعتقد وصلوا لقناعة انه رغم مد يد العون للبنان وتقديم مساعدات غير مسبوقة، يعني خلينا نذكر هبة 3 مليار اللي قدمت للبنان وبعدين اطبعت بمليار، يعني هذه هبة غير مسبوقة، يعني لبنان ما كان بيحلم فيها. يعني نحن وقت اللي اقرت ما كنا مصدقين، وحتى الحكومة اللبنانية او السلطة اللبنانية وقت حطت خطة بعيدة المدى للجيش اللبناني بمبلغ بتصور يمكن مليارين ونص، يعني ما قدرنا وصلنا للمبلغ الأربع مليار. فهذه هبة غير مسبوقة، ورغم هذه الهبة ورغم وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان بكل المراحل اللي سبقت، وهون عم بحكي ابتداء قبل الحرب الأهلية وخلال الحرب الأهلية وخلال فترة التسعينات وقت اللي كان لبنان يتعرض إلى حرب شعواء واعتداءات يومية من العدو الإسرائيلي، كانت السعودية تقف إلى جانب لبنان. لقينا أنه رد الجميل كان للأسف للأسف يعني لا يتماشى مع حجم وقوف المملكة إلى جانب لبنان. وبعدين يعني نحن بنعرف بالسابق كان في كتير أفريقاء لبنانيين يعني لا تعجبهم سياسة المملكة العربية السعودية وكانوا ينتقدوا المملكة العربية السعودية، ولكن الذي يعني قسم ظهر البعير هو موضوع وقوف لبنان إلى جانب المملكة العربية السعودية، إن كان خلال قمة القاهرة أو إن كان خلال قمة جدة. يعني كانت المملكة العربية السعودية مستغربة بهذا الموقف اللبناني،
لانه خلال هالقمتين نحن بنعرف خاصه عم بحكي هون بالقمه العربيه، العراق اللي بالنسبه لنا وبالنسبه للكل هو ولي ايراني او مرتمي في الاحضان الايرانيه، وقف الى جانب الاجماع العربي. طيب دكتور خالد، اذا بدنا نرجع لورا شوي، في السفاره السعوديه بايران حتى داخل ايران لاقى استنكار وشجب. اكيد انا هول بدي ارجع احكي فيهم، بس انت عم تقول انه فاجأ قرار لبنان المملكة العربية السعودية، ولكن السعودية أيضا فاجأت لبنان ليلة إعلان هذا التحالف العربي الإسلامي وضمت لبنان من دون حتى أن تنتظر الحكومة ولا المشاورات في البلاد. يعني حتى في ناس بلبنان، لحتى نحن نكون صريحين بتركيبة بلدنا، المسيحيين في لبنان امتعضوا من هذه من هذا القرار، يعني أنه لبنان مش بلد إسلامي، أو لحتى هيك تفوتونا وتفوتوا اسمنا دغري، رئيس جمهوريتنا مسيحي. أنا بس عم بنقل الأجواء أول طبعا. أول شيء لبنان عضو بمنظمة، فكمان لبنان تفاجأ من التعاطي وكأنه هو مضمون أنه لبنان هو مع السعودية. هو لبنان هو عضو منظمة الدول الإسلامية، يعني نحن مش لأنه نحن مزيج طائفي ولأنه نحن عنا رئيس مسيحي، يعني منا من هيدي المنظومة، هيدي منا حجة. ولكن بنفس الوقت أنا مع، يعني كان هذا نوع من إعلان نوايا، لأنه أي دخول للبنان بأي تحالف عسكري أو سياسي مفروض نمشي بالسبل الدستورية، يعني هذا مفروض يتناقش بالحكومة ويتخذ فيه قرار، في موافقة ولا ما في موافقة. هلأ طبعا المملكة العربية السعودية أعلنت عن نية إنشاء هذا التحالف وعن نية سعي لضم هذه الدول إلى التحالف، ولكن يرجع إلى الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية هي قبول الدخول في هذا التحالف أو رفضه. يعني ما صار اتفاق، صار قرار من الحكومة اللبنانية رسمي. عم بيقول الوزير باسيل أنه أنا ما خرجت، يعني ما طلع قرار من الرئيس سلام أو من الحكومة المجتمعة وأنا خرجت. موضوع التحالف الإسلامي شيء، وموضوع لبنان عضو في جامعة الدول العربية وهو جزء من الإجماع العربي شيء تاني. يعني نحن عم نخلط شغلتين مختلفين. لا عم نحكي نحن هلأ على تأييد السعودية في قرارها. يعني نحن عم نحكي هلأ على المشكل الأساسي اللي صار مع جبران باسيل. هل خرجت الخارجية عن موقف الحكومة؟ المشكل الأساسي هو رفض لبنان ضم صوته إلى صوت الإجماع العربي فيما خص استنكار الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، إضافة إلى حماية يعني المجتمع العربي ضد التهديدات الإيرانية. هذا المشكل، المشكل منه انضمام لبنان إلى التحالف العسكري أو التحالف الإسلامي، هذا موضوع مختلف وموضوع تاني، يعني هذا خارج النقاش. بس الوزير باسيل قال أنه من يومين أنه أنا رفضت الاعتداء على القنصلية، وهذا أكيد شيء مرفوض، وحتى إيران رفضت. فكيف الوزير باسيل يعني نحن شو الاتهام؟ نحن للأسف يعني، وهذا مشكلة. يعني هلأ نحن السعوديين لومهم لأننا أنه نحن رماديين موقفنا، بنحكي شيء احيانا وبالجلسات المغلقه بنحكي شيء وبالاعلام بنحكي شيء، واذا كنا بموقع حزبي بنحكي شيء، واذا كنا بالموقع الحكومي بنحكي شيء. يعني ما بعرف، يعني نحن عم ننشر هاي غبار لحتى نعمي الناس وما خليني اشوف الحقيقه. المملكه العربيه السعوديه اعتبى على الموقف الرسمي، عم بتقول انه وزاره خارجيه لبنانيه تمثل الحكومه اللبنانيه وتمثل اللبنانيين راحت حضرت قمة. هلأ بتقولي لي وزير خارجية بعدين بجلسة أو بمقابلة استنكر هذا الموضوع، لا ينفي أنه لبنان أبعد نفسه عن الانضمام إلى الإجماع العربي فيما خص استنكار الاعتداءات على السفارة السعودية. طيب المملكة العربية السعودية دعمت المملكة العربية السعودية النائب النفس من دون ما نحن نحط يعني تيتريت، إذا فينا نقول من دون ما نحن ننقب نفسنا عن الجامعة العربية ولا غيره. عموما في نائب نفس عن الأزمة السورية، يعني بتعرف المملكة أنه لبنان نائب نفسه عن الأزمة السورية عموما. ليه في مفاجأة؟ خليني رجعك للبيان، هي اخترعته إذا فينا نقول. خليني رجعك لبيان الوزارة تبع هذه الحكومة اللي هي حكومة المصلحة الوطنية بين قوسين. البيان الوزاري ينص على ميل الالتزام بمقررات الحوار الوطني في المجلس النيابي وفي القصر الجمهوري. مقررات الحوار الوطني بالقصر الجمهوري اللي اختلفنا عليه مؤخرا، اللي هو
تحت عنوان اعلام بعبدا ينص على ما يلي: التزام سياسه تحييد لبنان والنقي بالنفس ما عدا موضوع الالتزام بالقضيه الفلسطينيه، ما عدا موضوع الالتزام بالشرعيه الدوليه، لانه نحن جزء من المجتمع الدولي. ما فينا نقول انه نحن حياديين، يعني بكره صدر قرار مجلس الامن بنقول نحن ما خصنا، نحن حياديين، لا، في عنا التزامات. فموضوع التزام بالشرعية الدولية هي تخرج عن نطاق النائب النفس، إضافة إلى الالتزام بالإجماع العربي، وهذا واضح بالبيان الوزاري. فكل كلام يتناقض مع هذا اللي عم بقوله، هذا بيكون تعمي وبعد عن الحقيقة. يعني اللي عم بيقوله وزير الخارجية بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأنه البيان الوزاري واضح بموضوع الالتزام بالشرعية الدولية، وواضح كمان بالالتزام بالإجماع العربي. طيب لماذا لا تتفاهم المملكة العربية السعودية التركيبة اللبنانية؟ ليه ما بتتفاهم التركيبة اللبنانية بغض النظر عن الإجماع العربي؟ فهمته. في بالبلاد أكثر دولة، يعني مش بس تيار المستقبل ولا في بس حزب الله، في ناس غيرهم بالبلد. عجبني امبارح أحد الصحفيين يعني بالصحف الخليجية عم بيقول يعني المؤسف إنه نحن مطلوب منا نتفهم الموقف اللبناني وإيران لا تتفهم الوضع اللبناني. يعني ليش بس مطلوب من المملكة؟ المملكة العربية السعودية لسنوات ما طلبت إيران موقف رسمي من لبنان، يعني ما في مواقف رسمية. المملكة العربية السعودية تفهمت لسنوات وسنوات، ونحن ما عارف كيف إجا الملك عبد الله على الشام وجاب الرئيس السوري على لبنان وقدم الكثير من التنازلات في سبيل حفظ استقرار لبنان وإعادة اللحمة إلى المجتمع العربي. ولكن كيف يعني ما بفهم. يعني انا يعني تذكرني يعني احدهم هيك عطى مثل، يعني انه انا مثلا عندي شخص عم بعتني فيه طول حياتي وبقدم له كل اللي عندي وبساعده بكل اللحظات بدون مقابل، وبيجي لمرحله أنا معقول من دون مقابل ساعتها انت طلبت المملكه العربيه السعوديه؟ مش ضروري تطلب، هي اصلا مش عايزه مصاري، هي اللي عم تحط النفوذ السياسي في لبنان. يعني اذا اكثر من هيك مقابل، لو بدها تحط نفوذ انا بعتقد كان في عندها طرق اخرى ان تفعل. ما عندها نفوذ سياسي؟ لا، ان تفعل كما تفعل ايران، وهي تقويه فريق على حساب فريق اخر. ونحن بنعرف المملكه العربيه السعوديه خلال تاريخها كانت تقدم الدعم والعون الى الشرعية الى الدولة. طيب امبارح قدمت 4 مليار عائلة الحريري مش نفوذ سياسي في لبنان؟ الى الجيش اللبناني والى ال... لا نحن عائلة نحن الحريري في لبنان مش نفوذ سعودي في لبنان. نحن فريق سياسي للسعودية، نفوذ يعني يعني دعم عائلة الحريري دائما ومن تاريخ، يعني من قبل ما يكون، من قبل الاغتيال طبعا للشهيد رفيق الحريري، تدعم المملكة العربية السعودية عائلة الحريري عموما. المملكة العربية السعودية دعمت لبنان للخروج من الحرب الأهلية، دعمت عودة الرئيس الحريري إلى لبنان لإعادة أعمار لبنان، كانت عم تدعم آل الحريري في سبيل مصلحة لبنان وليس لتقوية آل الحريري للتسلط على بقية اللبنانيين كما تفعل إيران. لا، هن مش عم يتسلطوا على بقية اللبنانيين. عائلة الحريري أو آل الحريري أسسوا تيار المستقبل، وهذا التيار أقوى من غيره في الشارع السني. يعني هي أسست لها تيار قوي. إيه بس مش إنه مش ما عم بحكي عن تسلط أصلاً، يعني ما في بهذا الموضوع تسلط. في تيار قوي أسسته السعودية، وهذا السعودية مصلحة سياسية. مش السعودية أسسته، نحن حلفاء مع السعودية، ولكن مش السعودية اللي أسستنا. نحن تيار موجود يعني موجود، مش السعودية اللي أوجدته. نحن في ظروف معينة خلتنا نحن حلفاء مع السعودية، ولكن مش هي اللي أسسها. طيب حزب الله إيران اللي أوجدته ولا هو موجود؟ ما في شك إيران اللي أوجدته. طيب ليه أنتوا مش السعودية؟ يعني خلينا نراجع خطابات، خلينا أحكي مثل بعض، خلينا نراجع خطابات. أنت فتت بهالموضوع، ليش المستقبل هو لبناني والسعودية ما أوجدته؟ وليش حزب الله اللي هن كلهم عائلات ولبنانيين إيران أوجدته؟ رجع لك خطابات السيد حسن نصر الله بيقول لك نحن مرجعيتنا السياسية والفقهية والدينية والاقتصادية والمالية هي ولاية وتيار مستقبل مرجعيته السعودية. لا ولا يوم أبدا إلا هذا الكلام، يعني هذا شيء واضح. وأنا بأكد لك اليوم اللي عم نسمعه ببعض الصحف من كلام عم بينقال أنه في مصادر سعودية أو في أصوات خليجية عم بتقول أنه أنتوا الفريق اللي بتعتبروا حالكم حلفاء للمملكة العربية السعودية
لا تقفوا الموقف الصارم في في سبيل مش مصلحة الكل بلد في مش سبيل الكل في سبيل مصلحة بلدكم، لا عم بتلمح إلى فريق 14 ايه إنه طبعا أنتم مواقفكم الرمادية هي التي أوصلت الأمور إلى هنا، وأنتم هذه السياسة اللي عم تتبعوها لا تصب في المصلحة اللبنانية. كيف نحن بنكون مسيرين من المملكة مش العربية الكل طبعا السعودية؟ يعني الحريري يعني ما غلط بالكلام مع السعودية ولا مرة. امبارح رحنا على الحكومة وتنازلنا ووافقنا على بيان مطاط لا يسوى، يعني ما بيسوى فرانك. طب ليه هيك صاير ولم في دراما يلقى رضا من بالموضوع؟ المملكة العربية السعودية. نحن لم ننصاع إلى المملكة العربية السعودية، نحن رحنا لنوافق على هذا البيان لأنه نحن في عنا خوف على الاستقرار. مش نحن مسيرين. يمكن اللي عم ينتقدوا ما كانوا متوقعين انه يصير في انقسام ب 14 اذار. اللي عم يقولوا هذا الحديث ما كانوا متوقعين انه توصلوا للرمادية بسبب انه في انقسام ب 14 اذار، يعني صار في عدة مواقف. مش عم بحكي انا عن تدهور، عم بحكي عن اشياء مختلفة، صار في اختلاف بوجهات النظر، والرئيس الحريري بيقول انه كل واحد له خياره، كل واحد له قراره. منشان هيك بده ينشأ قرار رمادي يعني. لا ما في شك، نحن عم نحكي انه بعض الاصوات عم بحكي هون الصحف، يعني انا صار لي فتره عم تابع الصحف الخليجيه، البعض نعم. الصحف عم بتقول انه انتم هيدي مواقفكم الرماديه والتنازلات المتتابعه اللي عم تتبعوها هي اللي اوصلت انه لبنان اصبح رهينه بيد حزب الله. طيب يعني هلا انتم هلا تؤيدون؟ نحن كان عندنا مساعده بدنا نقدمها للبنان، انتم بسبب تصرفاتكم كلكم كلبنانيين انتوا اللي خليتوا هذه المساعدة توقف، ونحن كنا مدين يد العون لكم بس انتم ما عم تقبلوا. طيب هلا في جزء كبير مسيرين، في جزء كبير، هلا بدي احكي عن الصحافة الاخرى، في جزء كبير مش مقتنع انه انه المملكة العربية السعودية اوقفت الهبة، مقتنع انه الموضوع موقف من زمان. الرئيس سليمان حاول اكثر من مره، يعني مش راح مره واحده، حاول اكثر من مره يرجع بلا نتيجه، من فتره ما في جواب عند حدا. لا صار في توقيع. السفير السعودي سئل اكثر من مره عن الهبه، كمان هو ما عنده جواب. في شيء معرقله قبل ما يحكي جبران باسيل، خلينا بس ندقق فيهم، قبل ما يحكي جبران باسيل وقبل ما يطلعوا خطابات حزب الله الناريه اذا فينا نقول بحق اليمن، يعني الموضوع من سنه، يعني قبل ما حرب اليمن اليوم بأدار صار له سنه. فينا نوضح خطابات السيد من قبل، فينا نوضح هذا الموضوع؟ أكيد، بس إنه هي مبينة معرقلة من زمان، اجت المناسبة هلا وطلعت. خلينا نوضح هذا الموضوع. تفضل. المكرمة السعودية مقسومة لقسمين، في مكرمة 3 مليار والمكرمة المليار اللي اجت مؤخرا. أنا ما بخفيك المليار كان في إشكالية لأنه يعني أقرت من أموال الملك عبد الله المرحوم الملك عبد الله أمواله الخاصة، وبعدين صار في إشكاليات وبعدين تم توزيع تركة الملك عبد الله على الورثة تبعه، صار في إشكال بموضوع هل تستمر المليار أو الورثة رح يكملوا بدفع الالتزامات أو لا. بموضوع 3 مليار ما كان في أي مشكلة أبدا، ونحن بتذكر من فترة من كم شهر صار في توقيع كل العقود اللازمة بين السعوديين والفرنسيين، وتم وضع جدول للتصنيع وجدول التسليم هذه الأسلحة، ما كان في أي مشكلة. يعني كل الكلام اللي عم نحكى انا بعتقد هذا كلام بالهواء. صحيح كان في مشكله على المليار، ولكن 3 مليار كانت ماشي ولحديت هلا الفرنسي عم بيقول نحن بعد ما تبلغنا نحن عم نصنع الاسلحه. يعني سمعتيها هلا في موضوع تاني عن فرنسا بدي اسالك عنه هلا. ما اختلفنا بس انه بنفس الموضوع انه موقفي، لا ما كانت موقفي ابدا، بس تاخرت. يعني لما بتوصل تأخرت مع مصادفة مشكل بالبلد بتصير مش مصادفة، تأخرت. انت عم تحكي في عندك روتين إداري، في عندك موضوع تصنيع، عندك نقطة ثالثة كمان انه انت ملزمة بدولة معينة، ملزمة بس بفرنسا، يعني نحن ما عندنا خيار تاني. ما هون بدي اختك على نقطة، مشان هيك الملك عبد الله الله يرحمه رجع بعدين اقر مليار للقوة الامنية لحتى تكون عندهم يعني سهولة حركة لحتى هن يختاروا المصدر اللي بده يشتروا منه. طيب بموضوع الهبة واشتراكها مع فرنسا، بتحكي بأسلحة طيران دبابات، يعني ما في، مش انه سوبر ماركت هلا الفرنسوية عاملين معرض انه تعوا نقوا خدوا هذه أسلحة بدها تصنيع. لا طبعا، ولكن بالمفاوضات ما كانت الأجوبة خلال السنة وشوي إيجابية، يعني ما كان حدا من اللي كانوا عم بفاوضوا وبالتسريبات وبالتقارير وبالاجتماعات عم بيقول إنه الموضوع منه مسهل. يعني قبل المشكلة أنا باخد
التوقيع الرسمي اللي صار من كم شهر بين السعوديين والفرنسيين اللي تم الاتفاق على كل التفاصيل ووضع جدول زمني للتصنيع وللتسليم. هذا اللي بعتمد عليه كل كلام كان ينحكى بالصحف. أنا اليوم في حديث آخر عن العلاقة بين فرنسا والسعودية، ويقال أن العلاقة مش جيدة وسيئة منذ الانفتاح الإيراني على فرنسا، وإذا فينا نقول التعاون التجاري المغري اللي صار بين فرنسا وإيران. زيارة لوران فابيوس لإيران حتى صارت قبل تثبيت الاتفاق النووي، يعني كان في شيء ملحوظ، في حراك فرنسي مختلف. عم نرجع نخلط الأمور. لا لا، ما عم نخلط الأمور. بيقولوا إنه الهبة، بيقولوا إنه الهبة كمان واحدة من أساسياتها، يعني المشكل الأساسي فيها أنه في علاقة سيئة أصلا صارت استجدت بين فرنسا والسعودية. طيب ليش الفرنسيين امبارح عم بيقولوا؟ لحظة خليني بس وضح الأمور. أول شيء هذا خلاف إقليمي دولي، نحن يعني مش شغلتنا. أنا يعني عم أقول لك في كتير أسباب لتوقف الهبة. بس إذا كان أنا قصدي مش بس جبران نسيل وحزب الله، في أسباب أخرى. إذا كان فعلا هذا المشكل موجود، كان المملكة العربية السعودية طلبت من فرنسا توقف تصنيع. امبارح مصادر فرنسية عم بتقول بعد ما اجتنا ولا إشارة من المملكة العربية السعودية بإيقاف التصنيع. فرنسا ممتعدة من القرار السعودي بحق لبنان. في زوار لفرنسا يعني من كم يوم عم يحكوا انه في اجواء يعني امتعاض من القرار السعودي. ليش بدها تتصرف فرنسا السعودية هيك مع لبنان؟ هلا صار لهم سنين هني والامريكان يتفرجوا على لبنان عم بيعاني ويعاني ويعاني وما قدموا ابدا. هلا الامريكان طبعا مؤخرا قدموا كثير مساعدات عسكريه، ولكن الفرنسيين شو قدموا؟ يعني خلي قدموا لنا مساعدات اول شيء وبعدين يعاتبوا المملكه العربيه السعوديه. هلا بكل الاحوال عم ناخذ الامور لمكان اخر. انا ما انت هلا من شوي كنت عم بتقولي لي انه الموقف في الحرب اليمنيه وهجوم المملكة العربية السعودية، بعتقد يعني من خلال تجربتنا معها ما بتفوت بالتفاصيل وبالزواري باللبنانيين، وهي بتعرف كانت تتحمل كتير من الهجمات وكتير من الشتائم، ولكن مأخذها الأخير كان على موضوع أنه في موقف رسمي يضر المملكة العربية السعودية، مش موقف فريق. يعني بالأول كنا عم نحكي عن حزب الله، كنا عم نحكي عن السيد حسن نصر الله عم بيهاجم. هلأ اللي استجد مؤخرا انه نحن في عنا موقف رسمي صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية. نعم. وقيل في فترة معينة انه هذا تم التنسيق مع رئيس الحكومة، هذا كمان عقد الامور اكتر واكتر، مع انه رجع رئيس الحكومة قال نفى هذا الموضوع وقال انه نحن نسقنا بموضوع فيما خاص ذكر حزب الله، لانه نحن في عنا خصوصية لبنانية، ولكن بموضوع استنكار الاعتداءات على السفارة السعودية والقنصلية السعودية هذا الكلام غير صحيح. نعم. تعتقد أنه السعودية يعني الأمس هي ذاتها السعودية اليوم، يعني بالسياسة الخارجية؟ لا. حتى بالأشكال الشخصيات الحاكمة بالسعودية؟ لا. السعودية أمس غير السعودية اليوم، لأنه كنا بأول الحلقة عم نحكي أنه السعودية دائما تساعد لبنان، دائما توقف حد لبنان، وهذا صحيح، ولكن السعودية سابقا قبل الأزمة السورية السعودية جديدة اليوم. وإذا بتقري الكلام اللي صدر عند الكلام عن إيقاف الهبة، قالت المملكة ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني. المملكة ما بتتخلى عن اللبنانيين. المملكة عندها مشكل مع هذه المنظومة، مع هذا النظام، مع هذه السلطة الفاسدة، ولكن ما عندها مشكل مع سلطتنا. سلطة مين؟ السلطة اللبنانية اللي هي هلأ رهينة بحزب الله. رهينة بشو؟ رهينة على كل هي تصلح تصلح الموقف. أي تصلح؟ هي رايحين على السعودية. طب هلا انت عم تاخذني على سؤال تاني، وكأنه الرئيس تمام سلام بإيد حزب الله. رئيس تمام سلام مين رشحه اصلا؟ الرئيس تمام سلام للأسف، يعني كل الناس تعرف انه تابع لطيار المستقبل، ضل يعمل جهد كم يوم لحتى قدر انا فريق معين انه وزراء يحضروا لحتى نقدر نطلع هذا البيان الرمادي اللي والرئيس بري ساعد. ليس طبعا رئيس بري ساعد كثير يعني لحتى تصير الطبعات. نحن ساعدنا، هي طلع القرار. للاسف نحن للاسف عم نرضخ ونتنازل لانه في عنا خوف من انه يصير هناك في ارتدادات امنيه او ارتدادات على الاستقرار بلبنان. للاسف عم بقول لك اياها، للاسف. ليه التنازل يعني اذا من مبدا الحرص مش مؤسف؟ حزب الله حشرنا بالزاويه.
يا اما بتضخوا يا اما رايحين على حرب. باي ملف بالضبط؟ بكل الملفات. باي اكثر يعني؟ بالملف الرئاسي بشو لحتى نعتبر الملفات. وين التاثير على جسم 14 اذار؟ كل الملفات كل الملفات امبارح يعني اللي صدر معنا الحكومي هو اكبر دليل. يعني انا بعتقد لو نحن عندنا حريه خيار، لو ما في تهديد السلاح، لو ما في سطو السلاح، انا ما بعتقد حدا من 14 اذار بيوافق على هذا البيان. البيان اللي صدر؟ طبعا. طيب ما هو البيان فيه اجماع، يعني الحكومه اللبنانيه مجتمع توافق على الاجماع العربي. شو المشكل باي بوينت يعني باي نقطه اذا صح التعبير؟ اجماع خوف؟ لا، في كثير نقط، في كثير نقط. يعني شو يعني شو يعني الاجماع العربي في القضايا المشتركه؟ شو يعني القضايا المشتركه؟ يعني شو يعني شو مقصود بقضايا مشتركة؟ يعني انت هلا لمست انه المفروض يكون متفقين لمست شيء خلال اتصالاتك انه السعودية ما عجبها هذا البيان؟ ده امبارح الرد اللي صار انه بمنع المواطنين السعوديين من السفر والطلب من والامارات والبحرين، يعني معتبرين انه هذا رد. طبعا هذا جواب انه انتم صاركم كم يوم يعني يعني عم بتقدوا مراجل وبعدين فسرتوا الماء بالماء. بس هيدا بيأثر يعني بيفرجي انه في مشكل اكبر بكتير، يعني لما صارت الامارات طبعاً والبحرين طبعاً بطل الموضوع اجماع سعودي، صار تصعيد في لبنان. لا، وهذا اللي عم نقوله. المشكل صار في تصعيد. أنا يعني سعادة النائب بس بلبنان انا يعني. بس في شغلي بس بدي الفت لها. تفضل. المملكة يعني عم تعتبرنا مثل ابنها، يعني شو يعني بالسابق عم بحكي كان كل شيء قادرة تقدمه لبنان تقدمه. يعني بتعرفي حتى خلال حرب تموز بال 2006 رغم الخطاب تبع حزب الله واتهام السعودية انه هي التي تحرض على الاعتداء على لبنان وانه هي كانت عم تنسق مع اسرائيل الاعتداء على لبنان، اجت تناست كل هذا الكلام وفاتت هي وقطر والامارات وضخت الاموال الكثيرة لحتى ساعدت لبنان بإعادة أعمار ما تهدم خلال هذا الحرب. وما ننسى هلا في ناس بدهم يردوا عليك يعني ساعدت بالجنوب وبالضاحي بالأعمار، يعني في ناس بدهم يردوا عليك فورا. وين ساعدت؟ لحظة لحتى صارت الدولة كلهم كل واحد عم يحكي عن أفضاله. عمرت بنايات بالضاحي السعودية وعملت بنايات بالجنوب؟ لا ما عملت 150 ألف وحدة سكنية. راجع الهيئة العليا للإغاثة وراجع الملفات هيدي الأموال. لا، نحن إذا ما نراجع الهيئة العليا للإغاثة بيكون راح نص المصاري لمطرح تاني. لا لا تعمل، ما بدي يعني نحكي عن فساد الدولة. نحن بدك ترجعينا بس يعني بدي رجعك لورا، لأنه في وقائع عم بحسوا اللبنانيون إنه السعودية مثل تربيح جميلة دائما. المملكة ساهمت بإعمار 150 ألف وحدة سكنية. 150 ألف وحدة سكنية يعني بالضاحية والجنوب. إن شاء الله لأنه عنا بالشمال هيك. لأنه عنا بالشمال ما كان في وحدات سكنية، ما كان في حرب ولا وصلت مساعدات سعودية بهذه الفترة إلى الشمال وإلى جبل لبنان. هاي المساعدات راحت للضاحية. وراجع الهيئة العليا للإغاثة أو الجهات اللي كانت عم تصرف هذه المال. ما عم قلك إذا بدنا نراجع، نحن بعدنا عم نحكي عن الدولة الفاسدة والحكومة الفاسدة بنظر السعوديين، فإذا بدنا نراجع وين راحت المصاري ما في، يعني ما راح يطلع فيه. إن شاء الله يكون حديثك صحيح. نحن عم نحكي بنعرف على الأرض لأنه نحن أهالي هاي المنطقة. أنا متأكد يعني نحن من الجنوب وبنعرف إنه ما في منطقة مثلا عمرتها كاملة السعودية. الرئيس قطر إيه؟ قطر مظبوط. الرئيس السنيورة في فترة طلع وأعلن وهيدي المساعدات كل فرنك وين راح وحددها بالضبط. رجعي للأرشيف. رجعي للأرشيف. نعم. طيب بدي احكيك شوي سعادة النائب. ليش يعني عن ليش دائما لانه دائما هي من يوم الجميل. لا مش نكران جميل. نكران الجميل تجاه لا قد تكون قد تكون الاموال وصلت وراحت على غير مطرح. نحن مش عم نقول ما بعتت، عم نقول يمكن بعتت ولبنان الفساد أبداً. المستشري فيه توزعت. لا لا يعني ابدا مش عم بحكي على مبدا اذا وصلت ولا لا. برجعك للارشيف الاعلامي، بترجع بتراجع هذا الارشيف. رئيس سنويرة في احد المرات طلع وحدد بالضبط وذكر بالضبط هيدي المبالغ والرايحة، وذكر بالضبط الموقع اللي موجود عليه كل فرنك وين صرف. نعم. ساعتها نائب بدنا نحكي عن استقالة الوزير أشرف ريفي وهو وزير يعني من طيار المستقبل. فاجأ في فكرة عم نحكيها ما بعرف ما كملتها نسيتها. تفضل. أيه ما بعرف فتنا بنقاش المساعدات.
يلا خلينا نكمل هلا. نعم، استقالة الوزير أشرف ريفي فاجأت الجميع، ولكن ما فاجأ أكثر هو رد الرئيس سعد الحريري بأنه موقف الرئيس الوزير ريفي لا يمثلني، يعني ليس مثل موقفي إذا صح التعبير، حتى ما نقول أنه هو لا يمثله. ليش؟ ليش هيك صار هالتباعد بالمواقف؟ هذا برجعنا على الكلام اللي قلت لك من شوي، أنه نحن حزب الله حجرنا بالزاوية، يا أما بتردخوا يا أما في حرب، يا أما بدنا نقتلكم. عم بحكي بقلب التيار، لا لا بغض النظر عن حزب الله، مش لازم يكون في انسجام؟ خليني أكمل فكرة بالأول. نعم، هذا 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 الكلام اللي عم بقوله هو سبب كل، يعني هذا بفسر كل اللي عم بيصير. نحن بتيار المستقبل وحتى ضمن قوى 14 ظهر، نحن واقفين على حد سكين. يعني يا اما امبارح مثلا، هلا مثلا يعني الرئيس الحريري بيقول نحن مستمرين بالحوار مع حزب الله، مع انه نحن عم نشوف انه هذا الحوار لا يترجم على الارض. امبارح شفنا بالسعوديات، يعني مع انه نحن رحنا على الحوار لحتى نخفف الاحتقان، لحتى نخفف الاحتكاك على الارض، عم نشوف انه رغم هذا الحوار مشاكل ومصايب سرايا الفتنه اللي نشرها حزب الله بكل لبنان، بعدنا عم نعاني منها. فنحن على حد سكين، يعني يا اما انه احيانا نضطر نتنازل بمكان معين لحتى ما نروح على مشكله كتير كبيره وعلى خضه امنيه وعلى لعب بالاستقرار بالبلد، يا اما بدنا نوقف موقف حاسم ويمكن يكون تداعياته خطيره. وهذا ما في شك انه هذا عم بياخذ نقاش كتير، ان كان داخل تيار المستقبل ولا ان كان داخل 14 ظهر. واللي شفناه امبارح بالحكومه يعني اكبر دليل، يعني نحن بلنا بصيغه بيان لا تمثل لبنان وليست على صوره لبنان، وغير راضي يعني لا ترضي اللبنانيين، قبل ما نحكي عن اذا ترضي المملكه العربيه السعوديه، لانه نحن قلنا اذا ما يعني اذا ما قبلنا بهذه الصيغه يمكن نروح على مشكله كتير كبير، وعم نحكي مشكله كتير كبيره، يعني في عنا مخاطر امنيه. هلا البعض من فريقنا، وهلا عم بحكي هون الرئيس الوزير ريفي ليس ضمن منظومه تيار المستقبل، يعني هو حليف لتيار المستقبل، يعني منه منظم، عم بحكي بالمعنى التنظيمي. في البعض بيقول لك لا كفى، يجب ان نقف، يجب ان نرفع الصوت، ما لازم بقى نتراجع. بعتقد الوزير ريفي هيدي خلافنا نحن وياه، هو بيقول لك انا بالنسبه لي لهون طفح الكيل، يجب ان نخرج من هذه الحكومه، يجب ان نقلب الطاوله على الجميع. الرئيس الحريري بيقول لك لا، يجب ان نصبر، يجب ان نتحمل، لانه في مصلحه البلد ومصير البلد بدا. هذا خلاف صحيح، انه مش خلاف باستراتيجيه، مش خلاف بالامور الاساسيه، خلاف بطريقه التعاطي وطريقه مقاربه الامور. هذا خلافنا مع الرئيس، مع الوزير ريفي. صحيح انه الوزير ريفي مرجعيته في السعوديه صارت قويه، يعني نحن ما فينا نقول انه يعني ارتجال استقال بهالطريقه، يعني ما معودين في لبنان انه يخرج وزير عن رئيسه يعني بصراحه، يعني مش كتير صايره. الوزير ريفي يعني في عنده مرجعيه، الوزير ريفي بالسابق اخذ مواقف وما كانت يعني متماشي او متناسقه مع مواقف تيار المستقبل. هل انا هذا الموضوع ما بدي فوت بتكهنات انه والله عنده غطا وعنده مرجعيه وشاور قبل ما ياخذ القرار وعطوه الضوء الاخضر؟ انا لا، عم عالج وقائع، انا عم بقول لك الوزير ريفي طلع اخذ هذا الموقف. بالنسبه لنا نحن كتيار مستقبل كان بيسوى لا نصبر ونتحمل شوي اكثر، هذا الخلاف لا اكثر ولا اقل. بس هو حكى امبارح كانه كان في فكره مطروحه مع الوزير المشنوق كمان انه بدهم يستقيلوا، ولكن الحريري يعني كان في تداول، كمان في لغط بهذا الموضوع، يعني هن ردوا على بعض. ما هذا اللي عم بقول لك بتويتر. ايه، ما هو كمان يعني قراءتنا للامور كمان بتعقد. هن عم بيحكوا انه نحن خلال نقاشاتنا انطرح موضوع الاستقاله والخروج من الحوار، هذا الموضوع انطرح، وهذا مش بس انطرح، كل يوم عم بيطرح من خلال اجتماعاتنا. يعني بعد في ناس من تيار المستقبل بيقولوا يا خيي نحن الحوار ما عم بيوصل لنتيجة اللي احنا فتنا مشينا، اللي هو تهدئة الوضع.
والحكومة اللي نحن فتنا على أساس ربط نزاع فتنا صرنا مثل منقادين داخل هذه الحكومة. في بعض الأصوات داخل تيار المستقبل عم تقول لا الحكومة بقى تنفع ولا الحوار. بس من زمان يعني الاجتماع الرياض قبل المشاكل قبل سماحة وقبل الجبران باسيل طبعا طبعا يعني النية من زمان انه يترك الحكومة. موجود وبعده النقاش موجود وكل ما صارت مشكلة هيدي الأصوات بتعلى وبتقول انه خلص طفح الكيل ان كان بموضوع سماحة ولا ان كان بوقف الهبة السعودية. ولكن ولكن اللي منظم داخل تيار منظم حزبيا عم بحكي وقت اللي بيصير في اجماع على قرار معين. يعني انا لو افترضنا انا ضد نكمل بالحوار بس اجتمعنا واخذنا بالاجماع قرار استمرار بالحوار انا بدي التزم فيه. الوزير ريفي منه منظم ضد يعني عنده هامش يقول انا لا انا ما بدي. هل قد عندنا حريه نحن ديمقراطيه؟ يعني هل قد ما بيمونوا عليه اللي عينوه وزراء؟ ما بدي ضل هونيك بس انا بدي احكي شيء من جهه الرئيس الحريري يعني نفس اللي قاله انه يقول الوزير المشنوق وريفي انه في حديث بدنا نستقيل من زمان حتى قبل مشكله سماحه وقبل جبران باسيل وقبل الاجماع العربي. معناته الموضوع مطروح والرئيس الحريري معناته الحريري عارف لما قال ما حدا يزايد علي انه استقاله ريفي مزايد. الرئيس الحريري انا من خلال هالكلمه الرئيس الحريري عم بيقول هيدي خطوه بالمجهول وانا ما بقدر اعملها الا ما اكون تنسيق كامل مع بعض الناس اللي بعد عندهم هيك يعني نوع من الحكمة. وانا بقصد الرئيس بري قصدي محق الرئيس الحريري لما قال انه ريفي عم بزايد لانه من زمان طارح موضوع الاستقالة ريفي فما يربطها بسماحة. يعني الحريري قال بالعلن ما حدا يزايد علي يعني انت عم تستقيل مزايدة نحن يعني هيك فهمنا يعني لا مش يعني حكيها يعني واضحة يعني انا عم بتحمل بتجيني ضربه بتحمل شوي بتجيني ضربه بتحمل شوي بتجيني ضربه بعدين بفقد طاقه التحمل. هلا هو بموضوع مشيل سماحه يمكن وصلت الطاقه تبعه انه بس ينسحب من الجلسه. بموضوع الهيبة السعوديه خلص ما بقى يتحمل بده ينسحب ما نحملها اكثر. طب كثير منيح هيك انت قلت انه ما خاصه بسماحه بس انا اللي عم يعني عنده كذا موضوع ريفي عم يعمل له غضب ما خاصه بسماحه هو عم بيحطه بالوجه لسماحه وعم بتصير مزايده على المستقبل. سماحه من الملفات الاساسيه وفي اكثر ملف في تراكمات. سماحه هو ملف اساسي ولكن في امور تانية. بس ملف سماحه هو اللي عم يحشد فيه بالشمال ده ريفي. انه ملف سماحه من ايه يعني في مزايده صح من اكبر الفضائح اللي عاشتها لبنان. هلا انا ما بدي اقولك شيء ينحسب عليك موقف بس المزايده بالنسبه للواضحه امبارح عم بقرا هيك شوي يعني التحقيق مع سماحه يبدو الامور رايحه يعني في استهتار بيقول لبنانيين. يعني امبارح عم بقرا التحقيق كله عم بيدور حواله انه انت بتعرف نوع المتفجرات او ما بتعرف نوع المتفجرات وانت بتعرف المسالك اللي الحدود اللي كانت ما هو معترف بالتشجير ونعرض على التلفزيونات انه عم بيقول انا روح لفلان وروح لفلان يعني مش قصة حدود. فما بعرف يعني ما بدي احكي عنه للوزير سماحة. هذا موضوع بده حلقة لوحده. موضوع قضائي بده حلقة لوحده. وبالنهاية يمكن للأسف بلدنا دايما بيكون عندنا رموز وبيطلع عفو وما بعرف شو بصير. يعني كمان اللبنانيين ما نسيوا انه هيدا البلد بهيدي الطريقه معمول. بس بهمنا عن ريفي نحن نقول انه صحيح انه عم يشعر الرئيس الحريري انه في حدا عم بحاول يعني يتصدر الواجهه يزايد بمكان معين. خلطت الامور وعم يحشد بالشمال. امبارح شفنا في ضمن هذا السياق بالشمال مؤيدين للرئيس ريف للوزير ريفي. هيدي القاعده نتاج شو لحتى صارت موجوده؟ يعني نحن معودين في لبنان الثقل السني واذا فينا نقول التيار المعتدل السني في لبنان هو رئيس رفيق الحريري وسعد الحريري اليوم. فيني اقول شغله هيدي سياسة الحشر بالزاوية اللي عم تبقى حزب الله تجاهنا عم بيضعفنا وعم بيخلي هذا يعني الضعف تبعنا هو لصالح التطرف. أنا بعتقد يعني هلا بغض النظر إذا بوافق الرئيس الوزير ريفي أو ما بوافقوا على موضوع الاستقالة وإذا بوافقوا توقيت الاستقالة هلا ولا لا بس بعتقد من أحد الحسنات تبع المواقف الوزير ريفي إنه عم بيجرب يلم هذا الشارع شوي لأنه الناس
كفرت فينا، إن قالت لنا يعني في ناس عم بتقلنا انه الاعتدال تبعكم لن يوصل الى نتيجه. وانا برايي الخطوره هون، الخطوره انه نحن شارعنا اللي نحن صرنا سنين عم نربيه انه نحن بلد الاعتدال، بلد التعايش، بلد التوافق، بلد التسويات، عم نوصلوا لنتيجه انه هذا الفكر تبعنا فاشل. لا، انت روح على التطرف. وانا بعتقد هيدي احد الاغلاط المميته والاستراتيجيه اللي عم يرتكبها حزب الله تجاه التيار المستقل. نعم، شو بترد على هيدي؟ كلنا بدنا ندفع ثمنها، كلنا. نعم، يعني نحن وقت اللي في قسم من شارعنا عم بيروح على التطرف، نحن اول ناس ما ندفع ثمنها، وطبعا حزب الله والبلد والمسيحيين والدروز والكل. نعم، شو بترد على يلي هلا انت حضرتك قلت انه الناس كفرت فينا او معصبه من هالطريقه او التنازلات اذا صح التعبير، ولكن الوزير ريفي يقال أنا بدي رجعك هو انا بدي رجعك لمقال عم بدب الشارع لابراهيم الامين، صدر اليوم، هلا ما بعرف انكم بتبثوا الحلقه، صدر اليوم بجريده الاخبار، اذا بتقري لا يترك للاعتدال اي مكان، تارك للصلح مطرح. نعم، الوزير ريفي اذا صح التعبير عم بلم الشارع الطرابلسي، انا عم بحكيك يعني كلام ينسب للطرف الاخر يعني بوضوح، من اجل الفضيحة اللي صارت معه بمشاركته بتمويله للمجموعات المسلحة بسوريا. يعني بسوريا الوضع ما صار مثل ما بده ريفي، في ناس، في أهالي بالمنطقة بالشمال عاتبة إنه نحن أولادنا بعتناهم على القتال ماتوا وفي منهم رجعوا فاشلين، نحن وين وكيف هالأزمة اللي أخذتنا فيها؟ وكمان بدي ضيف، في تمويل موجود بأيادي أشرف ريفي من وين؟ يعني يافطات، أول شيء تمويل واضح، يعني خلطت كتير ملفات ببعضه، خلينا نفصل كل ملف ملف. تفضل. موضوع الذهاب إلى سوريا، ما في شك إنه نحن في مجموعات من طرابلس من الشمال، نعم، يعني مجموعات ثلاثة أربعة كانوا ينظموا حالهم يطلعوا على سوريا، ونحن من أول يوم كنا نصرخ ونقول يا جماعة ما تطلعوا على سوريا، لأنه قطار سوريا لا نحن تدخلنا قادر يقدمه ولا قادر يأخره، ومجموعة من 5 أشخاص أو 10 أشخاص لا بتقدم ولا تأخر، ما تزجوا أنفسكم بما يحصل بسوريا، القضية السورية أكبر بكتير من لبنان، إضافة أنه عم نحكي الشعب السوري إذا بده ينتفض على نظامه ليس منه بحاجة لعشرين مسلح وثلاثين مسلح من طرابلس وخمسين مسلح من الشمال، هذا الموضوع نحن كنا رافضينه من الأساس. وبعتقد انا فصلت تيار المستقبل، انا فصلت تيار المستقبل، عم بحكي عن الوزير ريفي لحاله. الوزير ريفي ولا يوم كان له دور بارسال مسلحين الى سوريا، ودائما انا من نقاشي معه الكلام هو ذاته اللي نحن بنحكي. بموضوع طرابلس موضوع مختلف، نحن بموضوع طرابلس كان في عنا بؤره امنيه مغطي اقليميا ومحليا، وهيدي البؤره الامنيه كانت تستخدم ل ارسال رسائل وقت اللي بدهم. يعني انا بذكري وهيدي المعلومه ما كل الناس يمكن تعرفها، نعم، كان قبل ما يصير في جوله عنب بطرابلس في ناس من جبل محسن كانوا قبل بيوم ما يبعثوا اولادهم على المدارس، يعني عندهم معلومات انه بكره في معركه، يعني معناتها توقيت المعركه في ناس عم بتوقته. نعم، كان في ناس من طرابلس حملوا سلاح للدفاع عن انفسهم. هلا بعدين تطورت الامور، صار في عنا مجموعات عم تعتدي على الجيش، الا ارتباطات ارهابيه، هذا موضوع تاني، هول لازم يتحاكموا وينقص راسهم. بس انا عم بحكي عن الناس اللي كل يوم كان عم يتعرض للقصف، راح بيع سواره مرته لحتى يشتري بارود يدافع عن حاله. مشان هيك وقت الوزير ريفي قال نحن هول اولادنا اللي عم يدافعوا عن بيوتهم. ما قال يعني ما دافع، هلا هي فهمت ما دافع عن اللي بيعتدي على الجيش، ما دافع اللي عم بيروح يجيب احزمه ناس في من عند داعش لحتى يفجرها بالضبط، لا هذا نحن كلنا متخلين عنه. نحن كنا عم نقول يا جماعه هيدي البؤره الامنيه اللي موجوده تعالوا نحلها. وبعدين اجى قرار بهيك يعني بسحر ساحر انه صار الخطه الامنيه بتطبق بطرابلس. يعني مثل ما طبقت بصيدا، يعني سحر ساحر، يعني معناتها في ناس كان ما بده الخطة الأمنية تتطبق، فجأة صار رفعت عيد سافر ترك منطقته وفل، علي عيد فجأة ترك منطقته وفل توفى. يعني معناتها نحن
كان في قرار سياسي بانه هذا الجرح يضل مفتوح، كان في قرار سياسي انه هذه المنطقه تضل تستخدم كرسائل سياسيه للضغط ولتحقيق مكاسب سياسيه. فجاه بقول لك يعني وصلنا لمرحله يمكن اللي كان عم بيدعم هيدي البؤرة قال لك يا خي لا نحن يمكن هيدي البؤرة استمرارها حيفجر البلد بالكامل وحيكون في لها تداعيات على الكل، اتخذ قرار انه لا خلينا نحل هذا الموضوع. نعم سعادة النائب، متخوفون اليوم من يعني اهتزاز بالوضع الامني في لبنان؟ يعني في مخاوف انه المخاوف دائما موجودة، المخاوف دائما موجودة، ولكن نحن رهاننا يعني على عدة أمور. الرهان الأول أنه لحديت هلا بعد في غطاء دولي وأقليمي أنه الوضع بالبلد بلهم يتفجر، هيدي أول نقطة. النقطة الثانية بعد عنا رهان على بعض العقلاء بلبنان، على بعض مش الكل، اللي هن بيعتبروا أنه لا لازم نعمل كل جهدنا لحتى نحصن الساحة اللبنانية من أي اهتزاز. ونحن ما ننسى يعني استقرار لبنان معجزي بيصير عم بيحصل بالمنطقة. نعم. والنقطة الثالثة، في نقطة ثالثة انه كمان يعني في بعض الرؤوس الحاملة اللي فعلا يعني بخطاباتها وبكلامها وبأدائها على الأرض عم بتساهم بزعزعة الاستقرار، يعني بعتقد إذا نهز الاستقرار كلنا خسرانين. نعم. فالتخوف التخوف موجود، التخوف موجود. مبادرة الدكتور جعجع بترشيح لعماد عون والمصالحة المسيحية اللي صارت، كأنه مش كأنه أظهرت الدكتور جعجع زعيم وأظهرت أنه هو حريص على حقوق المسيحيين وعملت هالة معينة، يعني هذه المصالحة بين أقوى تيارين مسيحيين في البلاد، كأنه هذا الأمر شكل يمكن مشكل عند الرئيس الحريري، صار عنده زعيم في 14 أذار على مستوى لبنان، ما بقى يعني على مستوى كل المسيحيين في لبنان، ما بقى الدكتور جعجع قد 14 أذار، صار أكبر، وكمان من ناحية أخرى عم يشهد حدا آخر عم يعمل زعيم، يعني في عم بيواجه الرئيس الحريري الزعامات هلأ ب 14 أذار، عم بحكي قراءة معينة. حرجك لسياسة الحشد بالزيمة. الآخر هو الوزير ريفي، يعني صار كل واحد عم يعمل زعيم. حرجك لسياسة الحشد بالزيمة. سياسة الحجر بالزاوية عم تبقى حزب الله خلتنا انه الرئيس الحريري وصل لقناعة انه البلد يعني في مهب الريح اذا ما صار في انتخابات رئاسية، وانا بعتقد انها المنطلق. شو عندك معلومات؟ وطبعا بالتشاور مع حلفائه، هلأ طبعا ما فاتوا بالتفاصيل كتير يعني، ولكن بعتقد اقدم على خطوة طرح ترشيح الوزير الفرنسي لانه في عنده مخاوف انه نحن اذا استمر الفراغ اكثر واكثر يمكن يبطل في كيان، يبطل في جمهوريه، نحكي عن رئيس لقلب، يمكن نخسر البلد. طب مش هذا تخويف؟ وهذا لا، هذه سياسه قلنا زمان بلا رئيس، هي يعني سياسه الحشر بالزاويه يعني. لا لا لا، نحن قلنا زمان بلا رئيس، يعني اللبنانيين عم دائما بيقولوا وللاسف بهيدا النظام ما بيقدم وما بيأخر الرئيس. لا لا ابدا، خلال تجربتنا يعني هاي الحكومه ماشي وعال، لا يعني بيحكوا بهيدا اللغه ابدا ابدا. وانا بعتقد هذا رد على كل الاصوات اللي كانت عم تقول بالسابق انه الرئيس الجمهوريه جرد من كان صلاحياته، الرئيس الجمهوريه اصبح بس هيك واجهه وصوره. صحيح. انا بعتقد خلال تجربه السنه ونص اللي مرقت اثبتت انه لا، رئيس الجمهوريه له دور فاعل وفاعل، يعني حتى رغم يعني الصلاحيات المش كتير كبيرة المعطات له بالدستور، ولكن تأثيره كتير كبير. يعني كل مرة بدنا نجيب رئيس تحت الضغط بثمانية بسبعة أيار صار ضغط، وبلبنان هلأ بده يصير ضغط لنجيب رئيس، يعني أنا عشان هيك سألتك عن الاستقرار الأمني. للأسف نحن دايما بدنا نعمل مشكل بلبنان لحتى نجيب رئيس ولحتى يساعدونا نجيب رئيس، لأنه نحن ما بنطلع مصلحتنا، نحن بنقلنا شو يعني، نحن بننطل الخارج شو بيقلنا يعني. هلا مثلا في فريق معين ناطر بيقول لك انا ناطر شهر شهرين ست شهور سنه لانه بحسن شروطي، هلا ما بدي رئيس. في معلومات عندك عن مبادره فرنجي ولا عالقه ولا ماشيه ولا في مساعي عم يعمل اتصالات الرئيس الحريري ليقنع اللي مش مقتنعين؟ خلي بلش بالدكتور جعجع. عم بيعمل اتصالات والدكتور جعجع عم بيعمل اتصالاته، ونحن ما عندنا مشكله، ما عندنا فيتو على حدا، يعني نحن عم نقول انه الرئيس الدكتور جعجع عنده هيدي القناعة ونحن عندنا هيدي القناعة، خلينا ننزل على مجلس النواب واللي بيجيب اصوات اكثر. ما زال 2 من 8 اذار،
والسيد حسن نصر الله قال انه نحن الاكثر شيء كسبانين لانه المرشحين من عنا. نعم. ننزل على مزدوي ونطلع سلمي فرنجي اهلا وسهلا ونطلع مش يلعون اهلا وسهلا. هذا مشكلتهم بس ما بده يعني مش معقول ينحطوا مقابل بعض يعني بثمانية اذار مش يعني كانهم مش ناويين ينزلون بمقابل بعض ما حيقبل فرنجية يعني هاي معلومات فرنجية يعني فرنجية ما بينزل برجعهم لانه حزب الله ما بده حزب الله هو عم بيقول انا ما بنزل طب ما هلا الفرنجية صار مرشحه الحريري ما هو عم بيقول انا ما بنزل لانه حزب الله ما بده ينزل هلا حزب الله ينزل على مسنوي بفرنجي طيب بينزل. وحزب الله ليش ما بتاخذوا له انه في نقطه كمان ايجابيه عملها بوجه المستقبل حتى كلنا يعني لاحظناها لا يريد ان ينتخب العماد عون من دون ان يوافق الفريق السني الاكبر في لبنان يعني كمان حزب الله قادر ينتخبوا للعماد عون انا بس بدي احكي شيء ايجابي بهالحلقه انا بدي لك اياه بطريقتين ليش ما شفت انه السيد نصر الله منه قبلاني ينزل على المجلس الا ليصير توافق حول عون انا اللي بدي لك اياه بطريقتين بس هو قادر ينتخب انا بدي لك اياه بطريقتين رغم عندي شكوك انه حزب الله بده مشي العون رغم ما هذا الموضوع هذا موضوع ليه طيب. ليه بضلكم تقولوا لا هيك لا انا عندي شكوك بهذا الموضوع بس انا وقت الشخص بيقول لي انا هذا مرشح وانا ما بنزل الا ما انت تنتخب الا ما يفيل كده يعني يا غصب عنكم بدكم تنزلوا يا اما ما في لا بالنهايه رئيس بده يجي على مشكل رئيس بده يجي على مشكل شو بده يحكم لا يعني اذا اجى العماد عون تحدي هلا للمستقبل جاي يحكم ولا جاي يتخانق مش تحدي نحن عم نقول له انزلوا على مجلس النواب واذا العماد عون بيجيب اكثر اصوات نحن بدنا نطلع على الرابين بركله ونحن نعتبره رئيس لكل اللبنانيين طيب ما حزب الله ما بده يعمل تحدي مع المستقبل شو؟ ما بده يتحدى ما هيدا في ميثاقيه بالموضوع صار ما صار في ميثاقيه بالموضوع هلا اذا انتم قاطعته تمشي الانتخابات يعني لشو الرئاسيه لشو الدستور اوكي اوكي انا معك انا معك اللي عم تحكي باللعبه الديمقراطيه صحيح نعمل لويا جرجا ونجي نقعد اوكي اللي عم تحكي باللعبه الديمقراطيه صحيح كثير بس لبنان عنده حاله خاصه واذا نزل حزب الله تحدي بصير مشكل مع تيار مستقبل كبير واكثر حزبين قادرين يعملوا مشكل طائفي هن حزب الله وتيار مستقبل ما بدنا ميشيل عون رئيس الجمهورية اوكي معناته حزب الله مش قادر ينتخبه هلا اما لا لا يا اما بينزلوا بيشرفوا على المجلس النيابي واللي بيجيب اصوات ان شاء الله الشخص اللي نحن ما بدنا اياه بيجي بدنا نعترف فيه يا اما يروحوا على حل وسط انتوا عارفين مش حيصير يا اما نروح على حل وسط نحن نكون راضين هن يكونوا راضين اذا فعلا هن بدهم توقفوا نروح على مرشح خارج الأربع خارج الصفافات الحزبية والصفافات 48 رجعنا يعني لرئيس ضعيف مش رئيس ضعيف ليش ليش فؤاد الشركة رئيس ضعيف هلا زمان غير هلا الحسابات زمان كتير غير هلا يعني نحن هلا اذا بدنا نرجع يعني نجيب رئيس اسمحي لي هلا من التسعين من 90 لهلا رجعوا المسيحيين يقولوا ما عندنا حدا قوي هن بيقولوا مش انا يعني يا اختي هلا نحن الرئيس ما بعرف يعني كيف بن شو المعايير وشو الكرايتيريا انه الرئيس قوي رئيس قوي يعني ممثل لا عنده حيثيه شعبيه مثله مثل الحريري مثل البرق الرئيس القوي ايه؟ اللي هو قادر يجمع اللبنانيين اللي في عنده اكبر قدر اجمال اعلام من اللبنانيين اللي هو مقبول بالشارع المسيحي ومقبول بالشارع الاسلامي مش الرئيس القوي انه والله انا ديك بطاقتي وانا معادة كل الناس البقية هذا مش قوي هذا مش رئيس قوي هذا رئيس تصادم هذا رئيس مشكل هذا رئيس جاي يعمل بس جاي عند المسيحيين نحن بنفكر هيك لا ما في لا ترضوا يجي لا هلا يعني حدا مش موالي للمستقبل برئاسة الحكومة والشيعة بيرضوا يجي حدا مش بري او مثل بري نحن عنا اجا ايه بس كله مع المستقبل وكله مع السعودية الرئيس ميقاتي وقت اللي اجا ما يعني كان أوكي. خارج على القليل عنده تقل خارج الاجماع السني اوكي اوكي عنده تقل موجود الرئيس ميقاتي عنده حيثية يعني الرجل زعيم بمنطقته ده نسبته على عم بحكي على مستوى الشارع السني بلبنان بس نحن عم نطلب رئيس مسيحي ما عنده حيثية يعني ما يعني شفت الرئيس لحود ما عنده شعبية الرئيس لحود اللي بتتهمه فيه انه سوريا جبته الرئيس لحود ما عنده شعبية لا حزب ولا حيثية نحن ما عم نقول انه والله لواحد لبناني عنده شركة بهواي ما بيعرف شيء رايحين نجيبه ونحط الرئيس نحن ما في شك في هيك جو لا نحن ما في شك انه نحن وقت عم نفتش على رئيس وسطي رئيس يعني عنده مقبول عند الناس عنده حيثية معينة عنده تواصله مع الناس مش عم نقول والله في هيك جو مش لا ما لحديت هلا ما في هذا الجو بس انا
انا عم رد عليك انه نحن حزب الله ما بيقبل الا ما تقبلوا انتم تنتخبوا ميشيل عون. عم بقول لك نحن ما رح ننتخب ميشيل عون، وبده ايانا نكون نحن وياه على نفس الموجه واثنيناتنا متفقين نروح على مرشح وسطي. وانا بايد الدكتور جعجع انه نحن خطيئتنا انه نحن تنزلنا على موقفنا المبدئي انه مرشحنا يكون من 14. علي الفيتو هلا على ميشيل عون طالما جبران باسيل حكى هالكلام بالجامعة العربية؟ طبعا علي من قبل السعودية. يعني للاسف فينا نقول انه السعودية لغت اسم مع العماد عون لغي. نحن فتحنا قنوات تواصل مع العماد عون، ولكن للاسف العماد عون يعني يرفض ان يكون لكل اللبنانيين، يريد ان يكون فريق ويكون مصطف ويكون رئيس صدام. نحن من هالمنطلق لا نريد العماد عون. لحديت هلا بتقولي لي والله بعد شهر صار رجل تاني وغير مواقفه، ساعتها كل حادث حديث، بس بالوضع الحالي انا لا يمكن ان اقبل ان انزل على المجلس النواب انتخب العماد عون رئيس الجمهوريه. يعني بس لدقق بهيدي النقطه، بس كمان مش مقبول هلا بعده، مش مقبول على المجلس النيابي وجاب اكثر من 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 نصف. ما انتم بس لما يطلع لما يطلع مبادره ايجابيه ما بتصدقوا. ما على اسرب عبدة هني واعترف فيه وقال له انت رئيس جمهوري. ما انتم بس لما يطلع شيء ايجابي بعدني عم اقول لك مثل مبادره سيد نصر الله انه ما رح ننزل بلا المستقبل بتشوفوها انه التفاف. ده يعني حتى الشيء المنيح ما عم بتشوفوه منيح، منعا للمشكل والفتنه. وين المنيح فيه؟ يعني انا هلا صرت عم بتقول هني ما بدهم عون. انا هلا بكره مثلا بقول لك والله انا مرشحي ما بعرف، خليني ما بدي اسمي اسماء لحتى ما الناس تعتبر اهاني. انا والله في عندي شخص من تيار المستقبل ماروني انا بدي رشحه رئيس جمهوري، وانا ما بنزل على مجلس النواب الا ما كلكم تقبلوا تنتخبوا. طيب بتكون انت حدا ما بده يعمل مشكل، ما بده يعمل فتنه، بلدنا لا حساس. لا انا ما بدي اعمل رئيس بلدنا، حساس ما بدي رئيس. طب ما هي كون انتم دعمتوه للدكتور جعجع يعني بشو بالانتخابات الرئاسه دغري انسحب يعني الدكتور جعجع باوساطه بيعرف انه من دعم. ما بدي هلا ارجع افتح الرئاسه، ما بدي ارجع افتح ملف الرئاسه، بدي بس احكي شوي عن سوريا لانه بدي اخلص الحلقه. نحن كنا داعمينه وبقينا داعمينه، وبعدين نحن وياه اتفقنا وحكينا نفس الكلام انه نحن صحيح نحن مرشحين بشخص الدكتور جعجع الى مجلس النواب، ولكن بنفس الوقت نحن منفتحين للنقاش والحوار الى الوصول. ما هي من دعم هو، ما حدا تمسك فيه يعني. لا يعني حزب الله متمسك بعون. هيدي الصيغه اللي قلناها نحن وياك كنا متفقين عليها، يعني ما في ما حدا احسن من حدا، هذا اللي بدي اقوله. لا لا، ونحن هيدي الصيغه يعني اذا كان حدا ما بده. لا لا، وهيدي الصيغه نحن وقت اللي قلنا انه نحن منفتحين لنقاش حول التوافق على اسم وسطي، يعني نحن كنا منطلقين من منطلق انه البلد في صعوبة انه يتحمل رئيس فريق، وانه البلد يعني دائما هو بلد تسويات، وخلال تجاربنا بالسابق انه يعني في قناعة. طب فرنجية فرنجية فريق ويمكن ما يصير عليه كمان التوافق يعني. يعني رشحتوه لحتى نوصل للوسط. احنا كمان وقت اللي كمان الموارني حشروا حالهم وقالوا انه احنا معنا هول الاربع القديسين وما في غيرهم، كمان احنا يعني كان موقفنا نحن كمان صعب. يعني الرئيس الحريري امبارح قال هذا الكلام انه نحن وقت اللي قالوا انه ما في غير هالاربعه، انا لحتى اتفادى مشكله رحت على مرشح من 8 اذار وقدمت، يعني رحت الى ابعد الحدود. طيب معقول ترشح فرنجيه مناوره؟ في حديث ايراني فرنسي انه الحريري رشح فرنجيه مناوره. أبداً. بالاخر بنوصل للوسط لانه هو عارف ما رح ينتخبوا، وعند حزب الله ما رح ينتخب. اخر شيء بيطلع حزب الله وتيار المستقبل اللي هن مختلفين جابوه للوسط. بدي اقول مثل السيد حسن نصر الله، خلي يجربونا ينزلوا على مجلس النواب ويجربونا اذا نحن عم نور ولا لا، يعملوا لنا امتحان. لا انا مش حيعملوها هلا، في عندهم مرشح مش منور. الرئيس الحريري انا بعتقد من خلال اجتماعه مع الوزير الفرنجي، رغم نحن خلافنا كتير عميق معه وخلافنا انه هو يعني علاقته متينه مع بشار الاسد، ولكن في كتير يعني الرئيس الحريري لأنه في كتير قواسم مشتركه معه، يعني من ضمن موضوع الحفاظ على اتفاق الطائف، من ضمن
يعني لقى في قواسم مشترك. وانا بعتقد ان طلق الرئيس الحريري راح بترشيحه، لانه الرئيس الحريري بيقول لك انا اذا دفعت هلا 68 او 70% تنازل لحتى اوصل لرئيس، افضل بكتير انه بعد 5 6 شهور 6 شهور او سنه كل اللبنانيين يدفعوا الاتمام 100%. يعني بطل في بلد، بطل في كيان، يبطل في جمهورية لحتى نعمل يعني وكأنه مين ما كان بس ما يجي العماد عون رئيس. خليني فروح على سوريا. لا نحن من خلال لحظة يعني نحن مش هيك يعني لهالدرجة انه والله نحن عنا طار مع يعني العماد هذا عون. المرشح كأنه مسدودة من كل الجهات. لو عنا طار مع العماد عون ما نزل ما اخذنا السنة الماضية على بيت الوسط وقطعنا له قالب جاتو وعملنا له عيد. فكر انه في تقارب صار. أبداً. نحن كان في نقاش طويل عريض ولفترة طويلة معه بخصوص هذا الموضوع، ولكن للأسف بالملف الرئيسي ما وصلنا معه نتيجة لأنه بعده متمترس. هلأ حضرتك عم بتقول أنه حاليا لحد اليوم مش مقبول العماد عون، بس بعدين ما بنعرف. لا يعني نحن مشكلتنا مش مشكلة شخصية، نحن مش مشكلتنا مش شخصية مع العماد عون. أكيد الموقف السياسي أكيد يعني الموقف السياسي طبعاً. نحن هلا يغير الموقف السياسي تبعه او يكون يا اخي يبرهن انه هو ممكن يكون رئيس وسطي جامع بين اللبنانيين، ساعتها بنفكر انه يا اخي تعال نشوف اذا هلا ما حدا مش راضيين غير تيار المستقبل. على مين؟ على العماد عون. يعني اذا الدكتور جعجع بده اياه وحزب الله. لا في كتير هلا الرئيس بري حتى جنبلاط لحتى انت هلا بدك عم بترجعني كل شوي لهونيك على الرئاسه. حتى وليد جنبلاط كان عم يدعم مبادره فرنجيه وراح والتقوا ببعض يعني عملوا اجتماع مسائي، وبس لما رشح الدكتور جعجع على عماد عون رجع خطوه لورا وذكر الكل انه عندنا ثلاثة مرشحين بيناتهم قاري حلو. يعني كان هو ماسك بايده لفرنجيه فجاه رجع لورا وقال انا عندي اري حلو. ما هيدي رجع لورا، هيدي رجع لورا، رد على ترشيح. معناته جنبلاط قارئ سياسي جيد. هيدا يعني رد هو على ترشيح، اعتبر في شيء جدي بالموضوع. هذا رد على ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون. بس بكل الاحوال الكلام انه نحن الوحيدين المتمسكين بالوزير فرنجي هذا كلام غير صحيح. يعني في كثير لا مش لا مش المتمسكين بفرنجي. لا انا ما حكيت على الحديث. أي إذا بعملك فرنجي حدا من وبعتقد الصن يعني البوينتاج اللي كان عم بقول انتوا الوحيدين ما بدكم عون، ما مش فرنجي، انتوا بدكم فرنجي وعنده حلفاء فرنجي. انتوا الوحيدين ما بدكم عون. لا في كتير ما بدهم عون. لا مش كتير، كتير. طب مين؟ خلينا نحكي عن حظوظ عون. ما هلا ما بدي الزم ناس يعني طيب ما مش وازنين مش مهم. لا مش وزنين. لما بيرجع وليد جنبلاط لورا، انتوا بتعرفوا تقرأوا سياسي وبتعرفوا انه رجعت جنبلاط لورا عم بيقول لعله في شيء اقليمي، في مبادره جديه من جعجع. لما بيرجع بنذكرنا بانري حلو بعد ما كان ماسك ايد فرنجيه. لحظه ليش هالتذكير؟ نحن عم نحكي اجت رده فعل على ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون. هو رجع ذكر انه انا في عندي مرشح، بس مش معناته انه هو يمكن يرضى ينتخب ميشيل عون او هو يتراجع على دعمه للوزير الفرنجي. طيب اليوم 5 سنوات على الأزمة السورية ولا يزال الرئيس السوري موجودا، لبل صار في اتفاق دولي انه في يعني حوار بين المعارضة وبين النظام، بينما كنا من 5 سنين مش مقبول ابدا حتى نحكي عن النظام بالنسبة للمجتمع الدولي. اليوم انتو بمبادرة ترشيحكم لفرنجية حتى لو قلتوا في قواسم مشتركة، الاخرين ما بيقرأوها هيك، بيقرأوها انه شو الله جابره للرئيس الحريري يجيب صديق الاسد رئيس للجمهورية، وكان وزير الداخلية عشيد اغتيال الحريري. انا بدي اقول لك نحن قاعدين على طاولة حوار مع متهم باغتيال رفيق الحريري. نحن عم نشتغل سياسي، هيدا الشيء مش فاتحين جمعية، هيدا الشيء مش هو انتصار للفريق الاخر. اصلا موجود الرئيس الاسد بعده لا يزال، يعني رغم كل اللي صار موجود وعنده وزن ببلده وعنده حلفاء، عنده حلفاء معه. يعني كمان بدي ارجع اذكرك بموقفنا ببداية الثورة السورية، وبعتقد يعني هيدي العناوين اللي كنا نقولها ما زحنا عنها. ليش عليتوا السقف؟ بشو؟ بأول الثورة السورية. لا نحن ليه عليتوا السقف دغري انه انتهى الامر؟ بقي 5 سنين الامر. لحظة. هلا انا عندي 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 امل بمكان معين بتفائل اكثر من 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 من, من ب اكثر من غيري او اكثر من
من شخص بيعرضني بالفكره هذا موضوع تاني، بس نحن كنا وقفنا من الاساس انه نحن من الداعمين للثورات العربيه وداعمين لكل شخص يسور ضد هذا الظلم وضد هذه الانظمه الاستبداديه لحتى نروح الى دول ديمقراطيه، لانه اللي وصل بلادنا العربيه انه تكون نكره قدام القوه الاقتصاديه والعسكريه الصهيونيه، نحن بنعرف اسرائيل اللي هي عده ملايين يعني عم بتواجه المجتمع العربي كله، عن شو ناتج؟ ناتج على انه في عندهم بلد بغض النظر انه هذا بلد عنصري وبلد يعني لليهود عم بيمارس ضمن مجتمعه الديمقراطي. يعني امبارح شفنا رئيس حكومي بينجر على المحكمة لحتى يتحاسب سيسجن. نحن وين عنا ببلادنا عم بيصير؟ نحن عنا انظمة استبدادية، نحن عنا انظمة باعت وتاجرت بالقضية الفلسطينية لسنوات ولسنوات لحتى تتحكم بمصير الناس، والشعب العربي أصبح شعب يعني مروض غير قادر على أن يعمل شيء. هلأ فجأة أنه صار في عنا ثورات عربية، نحن كنا عم نقول نحن ندعم هذه الثورات في سبيل الوصول إلى أنظمة ديمقراطية، لأنه فعلا إذا وصلنا إلى أنظمة ديمقراطية هذه البلاد بصير إلى دور لحتى تواجه كل التحديات، لحتى تواجه إسرائيل، لحتى تعمل لحتى يصير في تضامن بين هذه الدول، لحتى هالثروات اللي موجودة بهذه المنطقة يعني تستغل بالشكل المطلوب للتنمية ولتطوير هذه الدول. هلأ وقلنا أنه نحن طبعا يعني في شركة عنا بلبنان ما بيوفقونا الرأي، يعني عندهم موقف تاني. طبعا يعني الموقف التاني بس بدي أذكر يعني شركائنا بالوطن يعني كانوا مع الثورة، يعني كان عندهم ثورة سمنة وثورة بزيت، يعني بمصر يلا طيف قد كانوا متحمسين، وبليبيا قد كانوا متحمسين، وبسوريا هن بالنسبة لهم هو المجموعة الإرهابية. هذا بغض النظر عن الموضوع. هلا مش شايفين إرهابيين هلا أنتم؟ ما العالم كله إجا يحارب الإرهاب في سوريا. لحظة 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 خليني أكمل. ما تركتك عم تحكي كل الأرشيف تبع العالم العربي. خليني أكمل. أوكي. فموقفنا كان من الأساس شو؟ انه نحن عنا وجهات نظر مختلفة، ونحن بلد في انقسام على كل المستويات وبكل الملفات، وبلد هش على كل المستويات، عم بحكي بالاقتصاد وبالسياسي وبالامن وبكل شيء. نعم. خلينا نحيد نفسنا، اللي بده يدعم بالحكي وبالاعلام وبالنفسيات يدعم ما في مشكلة، بس خلينا نحيد نفسنا ما نروح نزج حالنا بهذه المعركة. للأسف في فريق رفض وراح زج حاله بالمعركة. طيب زج حاله اليوم بيقول. كيف توصف؟ جبلنا كل مصائب المنطقة جبلنا هي على لبنان. هلأ بتقولي لي بعدين كيف صارت الأمور؟ أنا معك أنه هلأ المشهد يختلف تماما عن المشهد ب 2011 أو 2012. نعم. هلأ اللعبة الذكية التي مارسها النظام الإيراني والنظام السوري باستجلاب كل تطرف العالم إلى الداخل السوري قضى على مفهوم الثورة. وهلأ صرنا عم نحكي هلأ ما في شك ما قضى عليها نهائيا، لأنه بعد في ثورة بسوريا، ولكن هلأ صار المشهد الغالب هو مشهد مجموعات متطرفة استدرجهم، مش استدرجهم بس يعني نميهم وغزيهم. إن احنا خلينا نذكر بسوريا يعني كان يفوت داعش على مناطق تستلمها بدون أي مقاومة من النظام السوري وتستولي على الأسلحة والصواريخ والطائرات، يعني كان يطرع علامة استفهام. هلا انتم بعدكم بتحكوا بنظريه انه التكفيريين ظهروا من السجون وجابوا بشار الاسد، يعني معقول يقدر يجيب 500 الف مقاتل؟ يعني لا 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 لا، معقول يجيب جيش من الارهابيين على بلاده؟ لحظه، هل قد عنده نفوذ حول العالم؟ فلت اللي عنده واملهم كل الظروف الملائمه لحتى ينمو. طيب وتركيا شو عملت؟ يعني التقارير الغربية بتحكي انه تركيا فتحت حدودها وفوتت الارهاب. لا بالاول كانت حدودها يعني ما في شك، ما بدنا كان في كتير مجموعات. من وين بدهم يفوتوا اذا ما فتحت لهم الارض تبعيتها؟ كان في كتير مجموعات عم بتفوت، وما ننسى يعني يا لبنان فوتهم يا تركيا. لحظة صغيرة يعني هلأ الحدود في مجال حدود امريكا والمكسيك، ما امريكا ما قادرة تضبطها، يعني مش معناتها انه والله كانت مضبوطة قبل
نحن هلا بدك تفوت بمطرح رح يكون كتير هلا حاشر نحن فعلا. عم نلوم تركيا كيف تركيا حدودها مشرع ونحن مش تركيا حدودها حدودنا تسهيلات يعني انا بدي تابع معك لحتى تشوف لا 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 كيف قاعدين على الحدود أبداً الارهابيين أبداً تحت العين التركيه. وهلا هلا هلا تركيا بعتقد يعني الجهد اللي عم تعمله جهد استثنائي لضبط هذه الحدود. ما خليني يعني انا خليني اقول لك شغله. يعني هلا مثلا وقت اللي بتفوت على تدمر داعش بتفوت على تدمر وبتقطع مسافات طويله بالصحراء لا شفا للطيران السوري ولا الطيران التحالف ولا. وهون انا هون اتهامي للكل. يعني انا هون اتهامي للنظام السوري والنظام الايراني والمجتمع الدولي بالكامل اتغاضى عن هذه الظواهر الا تركيا. وهلا سمع يعني الا الدوله المجاوره اللي عندها استخبارات واللي عندها على حدودها واللي لازم تنتبه كرمال امن بلادها ما ايش عم معلش هلا صارت ال... لا لا نحن عم نحكي يا بالعداله العربيه السعوديه يا انا حكيت عن تركيا هلا والمملكه العربيه السعوديه على كل حال هذه مشاكلنا على كل حال. هلا بدي اسالك اخيرا هل تعتقد انه هلا شو صرنا انه هذه اللعبه اللي لعبها النظام السوري طبعا بالتعاون مع النظام الايراني انه استجلب كل المجتمع الدولي لحتى يكون شريك معهم بمحاربه الارهاب اللي هن نموه اللي هن ربوه. يعني انت هلا عم تقول نظام فجر حاله قتل حاله دمر حاله وجابهم بالاخر ليدافعوا عنه. طبعا كيف طبعا يعني بناء على شو بيطلع هالكلام؟ لا يعني هلا يعني انا نحن بنحب نفهم لا بناء لا على شو هالكلام. لحظه نحن فينا نحكي سهل. انا وقت اللي انا خليني اذكرك بالعراق. يعني بالعراق كمان يعني بتعرفي وقت اللي فاتوا على الموصل وعلى في خيانات من قلب الجيوش. لا مش خيانات في كتير امور يعني كتير في قرار كتير كبير يعني في معروف باي مناطق فاتوا بالنهايه. لا في في مناطق ما بيقدروا يفوتوا. لا في 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 قرار كتير كبير بتسليموا هذه المناطق قرار شو؟ يعني انا بستغرب وقت اللي مثلا انا في قاعد بمركز عسكري واجا صار في خطر انه هذا المركز يسقط وفي سياره قدام. طب وين امريكا؟ في سياره بهذا المركز. موضوع العراق بدي اسالك. لا وين امريكا؟ امريكا شريكي بهذه اللعبه. امريكا شريكي مع النظام ومع ايران بهذه اللعبه والروس ونحن العرب عم ندفع هذه الاثمان. وقت اللي بقعد بمركز وهذا المركز بده يسقط وفي عندي سياره جيب او شاحنه بقلب المركز بهرب بالشاحنة ولا بهرب مشي؟ طيب بسوريا بالقتال يعني في عنا بسوريا ما هو علامات استفهام لما طلع يقاتل حزب الله عادة عندهم اعلام حربي وبيصوروا كتير امور. في اليات اسرائيلية كان فيها مرات وجيبات ومع نمر اسرائيلية وميد ان اسرائيل يعني كله كان موجود ومصور وكانت مفاجأة. طبعا حزب الله متوقع سلف انه الايد الاسرائيلي موجوده. حتى اكثر من مره اسرائيل قصفت بقلب سوريا بالعمق السوري قصفت اكثر من مره وعم تتصرف بكل ريحه وكانه مشرف عام على ما يجري في سوريا. انا مستغرب. طيب أنا مستغرب مش عم بتشوفوا انه في ايد اسرائيليه في مستغرب هذا الخطاب. الكل عم بيحط ايده بسوريا. لا مستغرب هذا الخطاب اللي دائما الفريق الثاني عميل اسرائيلي وانا ممانع. انا مش عم بحكي خطاب. فيك تتاكد على اليوتيوب تشوف الموجود بالميدان امبارح. هلا الصوره اصدق هلأ مني حزب الله بكتير. هلا حزب الله وكل ميليشيات الكون الميليشيات اللي ترعاها ايران تقاتل في سوريا تحت نظر الطيران الروسي ومحميات الطيران الروسي. مزبوط. اللي عنده غرفه عمليات مشتركه مع الاسرائيليين. الطيران الروسي عنده غرفه عمليات وعنده تنسيق طبعا ولكن روسيا عندها هدف بسوريا. يعني هي مش جايه تدعم هيك لولا شيء. هي عندها مصلحتها بالنهايه اولا واخيرا. بس انه يعني بس ما دخل اسرائيل بالموضوع. انه نحن هلا معلش يعني صار في يعني انت عم تبرر وجود اليات اسرائيليه. انت عم تبرر الوجود الاسرائيلي اذا سوريا اذا روسيا متحالفه مع اسرائيل. ما عندي معلومات. نحن بنحكي مع الامريكان انا ما بس ما بنحكي مع اسرائيل. ما عندي هذا ما عندي معطيات عن هذا الموضوع. بس موجود فيك على اليوتيوب تشوف الصور. وحتى اذا حتى لا لحتى انا على اليوتيوب كمان عم شفت صور كيف عناصر حزب الله لا الاليات واضحين عم تذبح اطفال وعم تذبح نساء. حزب الله عم يذبح اطفال. طب هذا كلام خطير. مش خطير. لا خطير. ما فيك تحكي على اليوتيوب. لا ما فيك تحكي هيك عن فصيل لبناني. ما فيك تحكي هيك عن فصيل مقاتلين. لبناني اذا تصرف هيك بلبنان عم بيقتلوا مقاتلين جرحى. اذا تصرف هيك بلبنان تقدر تقول لي بيتصرف هيك برا لبنان؟ يعني اذا حزب الله بيدبح اطفال مصيبه. انا شفت يوتيوب. انا شفت يعني في امور عم بيقتل عناصر اسرى عندهم.
عم يقتل بمنطقة مين؟ القصير والقلمون. عم يقتل مين؟ عناصر أسرى عنده. إذا خصوم بكيد بده يقتل الإرهابيين، هو رايح يقتل الإرهابيين. استسلم وعنده مسك وحطه بالشحنة. هلا هاي غير الأطفال اللي أنت عم تحكي عنهم، يعني أنت حكيت شيء هلا كتير كتير مستفز، بس ما بدي أوقف عنه. الأطفال اللي عم بيقتلوا بخلال برامج متفجرة بدرية وبريف دمشق وريف حلب، بس حزب الله ليس شريك برامين متفجره بتتهموا النظام فيها، حزب الله ما بيستعملها لهالشغله. حزب الله ليس شريك مع هذا النظام في قتل هذه الاطفال. حزب الله انت قلت حزب الله شخصيا عم يدبح اطفال، هيدو نظام معروف موقفكم انتم منه. وقت اللي هو يعني شريك مع هذا النظام بقتل الاطفال والنساء والشيوخ، انا بعتقد يعني هو طلع يدعم هذا النظام بجرائمه. نعم. طيب هلا انتم هذا النظام اللي صار له 5 سنين اذا راح رح تكون الدنيا امن وسلام وبردا وسلاما؟ يعني بدي اسالك هذا السؤال، صرنا ما عادش بدنا نعرف موقفكم من النظام. لا 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 بدنا لا نعرف لا. اذا راح النظام نحن من الاساس كنا عم نطالب بازاله هذا النظام. طيب وانه هالناس اللي قاموا انتفضوا على هذا النظام هن يحكموا بلدهم وينشئوا يعني دوله مدنيه، دوله تستوعب كل السوريين، ويعني دولة ديمقراطية ودولة فيها حريات ودولة تحفظ الأقليات. هلأ نحن صرنا بوضع مختلف، هلأ نحن انسقط النظام، داعش بده يستولي على البلد، وما هذا اللي هو في لبنان يعني حد سوريا انسقط النظام مشكل. هلأ وهذه مسؤولية مين؟ مسؤولية تلكؤ المجتمع الدولي، مسؤولية المخطط الإيراني السوري اللي استجلب كل إرهاب العالم وأمن له البيئة الملائمة لحتى ينمو بسوريا. وهذه مشكلة يعني هذه مشكلة مركبة. يعني هلا نحن صرنا بوضع مختلف عن الوضع اللي كان ب 2011 2012. نعم. هل تعتقد اخيرا سعادة النائب انه التسوية الرئاسية في لبنان تنتظر تسوية الأزمة السورية وجنيف؟ الى حد ما وهذا مؤسف، هذا مؤسف لانه نحن ما في شك انه في جهد داخلي عم يصير مش موضوع الانتخابات الرئاسية، وهذا الجهد ما بعرف لوين بنقدر نوصل، ولكن ما ننسى انه في عامل وبعد اقليمي لموضوع الانتخابات الرئاسية، وهذا البعد الاقليمي يبدو غير ناضج لحديت هلا نتيجة انه بعد ما في صورة تسوية بالمنطقة. يعني ما في عندنا قراءتي انه لبنان يعني التسوية بلبنان حتكون جزء من تسوية شاملة، وهذا مؤسف، هذا مؤسف. يعني نحن قادرين نلبنن استحقاقاتنا ونتفق كلبنانيين لحتى ننتخب رئيس ولحتى نشغل مؤسساتنا ولحتى نحصن بلدنا، بس للأسف يعني نحن ما مبين في أجواء أنه لبنان تلاستحق، مرتهنين يعني للأسف. نعم. سررنا كثيرا لوجودك معنا سعادة النائب خالد زهرمان، شكرا لك. شكرا لك. شكرا للمشاهدين الذين تابعونا، إلى اللقاء.